دخلت السيستم. بص ايه، ايوه دخلنا بس ما حلناش حاجه، ما عرفناش نحل حاجه. يعني هو انت دخلتي وفتح معاكي؟ ايوه ايوه تمام. وبعدين الامتحان صعب جدا بتاع الرياضه، ما عرفناش نحل حاجه. تمام. ادب ولا علم حضرتك؟ علمي. علمي يعني ايه؟ امتحان العلمي كان شديد. ايوه. طب والادبي ولا هو الاثنين بحته تقريبا النهارده؟ ايوه افكارنا اعلى. ها انت الفكر بتاع العلمي احلى. طب فتح الامتحان كامل معاكي؟ اقبل عربي. العربي كان حلو، الامتحان كان سهل وكل حاجه تمام، بس السيستم كان دايما بيقع، يعني في نص دخل وفي نص تاني لا، وفضل دايما بيقع من يوم في نص الامتحان. لكن الرياضه كان كله جميل، انا لجنتي كلها دخلت بس مش عارفه بقيت اللجان ايه. الامتحان التاني كان كويس؟ اه الرياضه كان جميل، اللي جاء السيستم كله كان اشتغل معانا في لجنتي. يعني هو الامتحان كان مستوى كويس، لكن القصه في السيستم اه هو اللي كان دايما بيقع منه.